مائدة الرحمن مبادرة خيرية تقدم وجبات الإفطار منذ 8 سنوات من أمام مقهى الجمال في ساحة الشيخ ظاهر باللاذقية. الله يوفقهم، وعن جد هيدي أيادي البيضاء لازم نشكرها نحن دائما، كتر الله خيرهم والله يبارك فيهم، وإن شاء الله عبال كل سنة يا رب تضلوا بخير والجميع بخير. والله لي سنتين بقعد لهالقعدة كتير كتير منيحة، ألف شكر لكم ولصاحب المعونة طبعا اللي عم تعمينا. الله يوفقهم يعطيهم العافية، يوفقهم يا رب بهاللمة الحلوة اللي عم تلم جميع أمة محمد. كتر الله من أمثالكم والله يزيدها ويزيدها، ونضل مجموعين وملمومين. نحن السوريين بنحب بعض، نحن السوريين بنعشق بعض، لما بنوقع بنسند بعض، لما من اي شيء في الدنيا نحن الشعب هيك، كل شيء صار فينا اثر علينا ولا انهزت شعره فينا ولا رح تنهز. حالة من التكافل الاجتماعي تجسد عمق المحبة بين الناس. هلا هو عم بينعبي مطبخ خاص كنظام وترتيب واشراف، يعني تحت طباخين ونظاميين، ونحن هون بنسكبه وبنوزعه للصايمين. في مشرفين على السكب الاكل وفي مشرفين على توزيع الاكل للصايمين. نحن بنتمنى المبادره تتعمم مع كل احياء البلد. بتمنى اهل الخير كتار الحمد لله، بتمنى نشوفها ببس في الشيخ ظاهر بكل ساحه بكل ميدان، بتمنى نشوف هاي التجربه. شغله كتير بتفرح القلب صراحه، انه انت عم تقدري تنظمي وتقدري تطعمي كل هالعدد الكبير من العالم. ولما بشوف مثلا حدا محتاج عم تعطي حدا محتاج او حدا او عم بتفطر صائم معلم، بركي بتشجع بنشجع غيرنا بكل ساحه انه كذا تاجر او كذا حدا انه يقيموا هيك موائد، يعني بتعمل محبه ما بضل حدا محتاج. مبادرة عامرة بالخير يشارك فيها أصحاب الأيادي البيضاء الذين يحرصون على مساعدة الصائمين وتقديم المساعدة لهم في شهر رمضان.